ببادرة من كونفدرالية المؤسسات المواطنة كونكت، انتظمت الدورة الأولى لصالون التشغيل، والتي حضر فيها أصحاب المؤسسات الاقتصادية وعشرات الشباب من حاملي الشهادات العليا وغيرها من المؤهلات، والذين عبروا عن استيائهم بسبب بحث أصحاب المؤسسات عن ذوي الخبرة، في حين أنهم لا يزالون حديثي التخرج. ديفي اللي موجودين لهنا كونهم يطلبوا ياسر اكسبيريونس، باغ كونتر واحد دخل من لي فاكولتي ما عندوش اكسبيريونس. سي بور سولا احنا كنا نعملوا ريزوليسيون ونعملوا اون كونفيرجونس بين لو مارشي دومبلوا لي كاباسيتي اللي موجوده ونحيوا لي اكسبيريونس ونشوفوا يعني دي ريكروتمون دوتر انتربريز. جيت قبل لو تيكا وسمعت توا باللي عاملين المنتدى هذا، جيت باش نلوج على خدمه، حط سي في، تعرف على الناس الجدد، شركات جديده، فماش امكانيه ان شاء الله واحد يلقى خدمه. والله جيت لهنا للفوروم عن طريق الاصحاب وعن طريق الانترنت، علمت بالصالون دومبلوا هذايا، يعني جيت لهنا على اساس اني باش نبحث عن فرصه عمل فعليه، لانه للاسف الشديد يعني الصالون دومبلوا هذايا هو يعني نسخه مطابقه للاصل للصالونات، يعني توي كان نرجعوا لتالي شهرين ولا ثلاثه شهور لتالي، كان صالون تنظم يعني في ليتيكا الا انه نفس النتائج ونفس ليزونتربريز. هذا وقد أكد شباب آخرون على أنها فرصة هامة لمعرفة ما يوجد في سوق الشغل، علهم يجدون حظوظهم هناك. تشجعت باش نجي لهنا، الحمد لله معناها إلي تري شارجي لي سوسيتي، الحمد لله يا ربي معناها لقينا برشا عروض. أنا عاملة ديبلوم تاعي أون هيجين سيكيريتي أليمونتيغ، معناها لقيت برشا شركات الحمد لله في السيكوريتي في الليجيين. بارابور لي بوست معناها مش ملبيه برشا المطلوب بصراحه، بكل صراحه فهمتني. ان شاء الله خويا نستناو نحن حاجات ما خير ونستناو اكثر، معناها دي جيست كيما كي باش العباد تنجم تلوج تلقى خدم. من جهته اكد وزير التشغيل على ان هذا اللقاء لا يمكن ان يحل كل اشكاليات التشغيل، ولكن يبقى فرصة تسمح للشباب بالتعرف على العروض المتاحة. هذا ثم حوار جدي يلزم يكون موجود بين الحكومة هذه ولا غيرها ولا الحكومات اللي بتجي لتونس في المستقبل وبين أصحاب المؤسسات. سي ليجيتيم أنهم يطلبوا خبرة لأنهم أصحاب رؤوس أموال وعندهم ديزانتيري إيكونوميك يحافظوا عليها، ولكن يلزمنا نبحثوا على صيغ حتى الشاب اللي ما عندوش خبرة نعطيه تشجيعات، نشوفوا آليات نتوافقوا عليها مع بعضنا. مشكل التشغيل يبقى موضوعا لا يمكن حله في وقت وجيز، لكن العزيمة ومحاولة إيجاد الحلول الكفيلة لذلك يبقى أفضل وازع لزرع الأمل لدى الشباب.